شوفه ما عم يحسن يصيبني، شوفه عم يضربني بس ما عم يدمجني، انا فيني اضربه عادي. شوفوا كيف السلام عليكم، شلونكم يا عيال؟ اليوم جبت لكم جليتش اسطوري اسطوري، معنى الكلمة يعني اسطوري. يعني كيف ما بتخلي حدا يحسن يصيبنا من قدام؟ تمام، يعني بصير مثل الرجل الآلي، درع، يكون عندك درع ما حدا بيحسن يصيبك من قدام. الجليتش رح يكون تبع المظلة، يعني جد هذا اذا ما وصل 1000 لايك يعني جد كتير 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 اسطوري، كتير رح يفيدكم. خلينا نتابع الفيديو وشوفوا كيف. هو لازم انه يكون معكم مظلة ولازم تبنوا درج، بس تضبط الجليتش وتكبوا المظلة ما في مشكلة، بس تابعوا الفيديو وشوفوا كيف. وانا عم يصيبني عشان لسه ما ضبطت الجليتش. رح نحسن يعني نرجع نحاول عدة مرات ليزبط الجليتش. شوفوا ما مش الحال، لسه ما ضبط الجليتش. يا جماعة لا تنسون بلايك باشتراك والكود الايتم شوب زوم 93 93، عشان كل شي جليتشات جديدة عشان انزلها وتكونوا اول الناس يشوفوها. شوف رح نرجع نعمل جليتش مرة تانية. شفتوا كيف نحط المظلة تطلع؟ هلأ مش الحال، هلأ زبط الجليتش. شوف كيف من نزلت المظلة زبط الجليتش. شوفوا ما عم يحسن يصيبني، شوف عم يضربني بس ما عم يدمجني، انا فيني اضربه عادي. شوفوا كيف عادي، حتى بكب المظلة بضله عادي وشغال مية مية. يا جماعة هذا هو الفيديو، هذا هو الجليتش، ان شاء الله يكون عجبكم. ولا تنسونا بلايك باشتراك والكود الايتم شوب زوم 93 93، وخلينا نوصل الفيديو 500 لايك يا جماعة، وانشروا الفيديو عن كل اصحابكم. وهلا بنشوفكم بخير وتضلوا بخير، تابعوا الفيديو، مشاهدة ممتعة، السلام عليكم.